دكتور نتائج، او يا باشمهندس انا اسفه، نتائج المقارنه يعني اكتشفت ان احنا عندنا مشاكل او نقاط ضعف، لا مش نقاط ضعف بقى، نقاط عجز في الاماكن الفلانيه وقت ولا الانتخابات. نقاط ضعف ولا نقاط عجز، اكتشفنا المخرج بقى نقاط منها لا ايه يعني تحقق بعد ما عملت المعايير. المقارنه دي؟ بس اوضح لك بس حاجه بسيطه تانية اتفضل. محتاج ان انا اقولها برضو، ان مثلا توزيع المقاعد برضو في الخارج بيتم نتيجه اللجنه اللي قلنا عليها اللي بتضم خبراء، بيتم بطريقه متساويه وبسيطه جدا. في مصر بيتم بطريقه غير متساويه ومعقده جدا. يعني ايه؟ يعني لو جيتي شفتي الدوائر الانتخابيه اللي في مصر هتلاقي في دوائر مكتظه بملايين الناس وفي دوائر اخرى مش كده، لان لم تتم عمل الدوائر وتقسيمها بشكل يراعي التساوي في الاعداد الانتخابيه وتمثيل المرشحين لهذه الدوائر على مقياس جغرافي وعلى مقياس اجتماعي وسياسي ده وخلافي. كويس ان حضرتك قلت معقده، ده في ناس بتقول بطريقه عشوائيه. طيب انا تمام. عايزه اعرف المقررات عشان عايزه اروح لدكتور غاده في حاجه. ده عرفنا الدراسه دي، هنعمل ايه بقى؟ احنا المفروض نعمل ايه بقى؟ انت المفروض بقى فحرت نعمل ايه؟ كلمتين المفروض نعمل ايه كحلول؟ كحلول. كحلول بالظبط. اول حاجه يكون صندوق الاقتراع ثابت ماشي. والفرز بمكاتب التصويت، ما اعتقدش ان دوت محتاج يعني مش اي محتاج اي امكانيه. قوانين كمان، ده سهل بسيط. ويكون في حصر دقيق لكميات اوراق الانتخابات التصويت قبل وبعد التصويت، دي اول حاجه. تاني حاجه تفعيل المراقبه. تفعيل المراقبه انها تضم مرشحين عشان تتم المراقبه بشكل فعال ويكون الناس اللي مشاركه في الانتخابات هم اللي بيراقبوا. بس معلش عشان تضم مرشحين، انا برضو هم المناديب لازمتهم ايه؟ المندوبين اللي بيبقوا موجودين هم دول المفروض بيعملوا كده. على فكره المراقبه دي لما نقول مراقبه بتوقع انها مجتمع مدني، جامعات اهليه، مراقبه اضافه دوليه. الدور. ايه اضافه ده؟ الدور. لكن المناديب دول الحاجه الوحيده الثابته في كل المجتمع الانتخابات. لا بس على فكره المندوبين ما لهمش السلطه اللي انت متخيلها، لانك يعني انت قاعدين داخل اللجان بشكل هم جدي المفروض قاعدين، واول مش اول كام واحد بيروحوا بياخدوا اماكنهم وما بيقعدوا. يسيبوش اللجنه الا بنهايه الفرز. هل ده بيتم؟ بعتقد بيحصل بعض لا لا الاحيان. ما بيتمش. ان المندوب انا اصل اول ما شاركت في انتخابات برضو، اقول فبصراحه ما اعرفش. هل المندوب قاعد نظريا المفروض اللي انا لا مش فاهمه نظريا، المفروض عمليا المندوب ما بيقعدش جنب الصندوق وما بيتابعش الصندوق وهو رايح وما بيتابعش ساعه ولا الفرز جاي. وما بيشوفش ساعه النتائج. في طيب. خطوات كتير عشان تطلع لي النتيجه، لازم اكون مراقبها وطالعه على ايدي. طيب حضرتك تقدمت بنتائج البحث احنا ولا؟ النتائج دي بنشرها حاليا بشكل لا انا في خايفه جميع تصاب بالاحباط بكره. آخر بعد اذن حضرتك ارجوك. يعني الغاء اللجنه العليا للانتخابات ده مطلوب جدا، استبدالها بلجنه عليا مستقله ومحايده بتضم العلماء اللي كل قلنا عليها الفئات. وبتضم مندوبين عن الاحزاب ومندوب عن الداخليه، وكمان المفروض حاجه اسمها ممثلين عن الاقليات الوطنيه. طبعا دوت الاقليات الوطنيه في مصر زي مثلا ثانويه نوبه البدو النوبيين وهكذا. تمام. طيب دكتور غدا دوركم ايه بكره؟ يعني حركه الميدان بكره المفروض هتبقى بتعمل ايه؟ يعني انتوا ليكوا دور ولا برضه هتبقوا بتراقبوا اللي بيحصل وبتشوفوا وطلعوا تقرير؟ هتبقوا يعني ليكوا بكره دور ولا هو انتوا ده بكره اللي احنا هتبقوا عملناه؟ زينا بتنتخبوا زينا هي وخلاص؟ الدراسه اكيد هننتخب بطريقه محايده جدا، ودونا اللي احنا عملناه ان هو ان احنا قدمنا الدراسة دي، المفروض بننشرها على قد ما نقدر، وعلى حسب ما هيتم بالنسبة للانتخابات هل هتتم بكرة ولا لا. بس اتأخرتوا شوية في تقديم الدراسة، يعني قصدي انه علشان حتى لو هنبقى عايزين ناخد بنتائج ومخرجات هذه الدراسة تو ليت، يعني انتخابات بكرة، فهل ده ايه توليت يعني؟ توليت ليه؟ هقول لحضرتك توليت ليه؟ انتخابات عشان انتخابات بكرة. توليت ليه؟ ما انا اقول لك ليه توليت، هقول لك ليه توليت، لان احنا زينا زي كل الحركات الوطنيه والقطاعات اللي في البلاد، نحن في دوامه مستمره من المشاكل والازمات وخلافه. فانت علشان تفوقي انك تلحقي، يعني بالعكس لا احنا حاولنا محاولة عشان اطلع دراسه. طبعا الكلام اللي انا قلته دوت مجرد بريف او مجرد حاجه بسيطه جدا عن الموضوع، لكن في دراسه تفصيليه موجوده عشان نطلع حاجه زي كده. انت بتاخدي وقت، لو تفتكري الشهر اللي فات ابتدينا بس نتكلم في ان قانون الانتخابات المعدل ايه ومين والناس داخله ولا مش ناس داخله والتفاصيل ايه. فمن ساعه شهر لدراسه مقارنه سياسيه تفصيليه وتطلعي نتائج محترمه وعن ريفرنس مطلوب وتتصلي بناس وتراجعي وتختصري وتظبطي، ده محتاج وقت طويل جدا. فده يا دوبك يعني كويس ان احنا لحقنا نطلعها في الفتره في دي الوقت ده، واحنا في كل الاحداث اللي بتحصل في مصر. طبعا. انا عايزه ارجع لحضرتك والانتخابات بكره، بس دكتور بما اننا اتكلمنا عن المراه وقلتي قد ايه مهتمه بالمراه بوجه خاص، الانتهاكات اللي تعرض لها بعض السيدات وبعض البنات في ميدان التحرير الاسبوع الماضي كان على يد ضباط الداخلية، يعني مش قادرة مش عارفة اوصفها بطريقة تانية.
هل تقدم ليكي احد بالشكاوي؟ يعني كان انتوا حركه واكيد بتدعموهم واكيد بفعلوهم، لان في ناس كتيره جدا تقدمت لمنظمات حقوق الانسان، في حد لجأ لكم؟ بصي انا نزلت بنفسي عشان اشوف يعني هل الكلام ده حقيقي ولا لا. حبيت انزل بنفسي واشوف. في صور كتير بتوصل لنا عن طريق الميديا بتبقى يعني ملهاش علاقه بالحقيقه الى حد ما، وفي صور بتبقى يعني فعلا ده اللي بيحصل في ميدان التحرير. فانا ما اقدرش برضو يعني ايه اقول لك ان في حد تقدم لنا بحاجه زي كده او كده، وانا ما شفتش حاجه زي كده. ده كمان ان انتوا حركه مش طرحين نفسكم كحركه بتشارك، او بمعنى انه بتشارك بس انتوا حركه نهضويه اكتر منكم حركه ممكن حد يتقدم لكم بشكاوى او مش بالظبط. اه مش حركه انا اتكلمت على ان ده جزء من اهداف الثوره، يعني حقوق الانسان دي ده شيء مهم جدا. احنا نتبنى ان احنا لو في حاله اي حد عنده اي، لان احنا عندنا لجنه قانونيه جوه الحركه. انتوا عددكم قد ايه؟ نقدر احنا حوالي 5000 5010 اللي هم انت قلت التنفيذ الاولاني. فاحنا ما احنا ممكن نتبنى حاجه زي كده في حاله ان حد بيلجا الينا عن طريق اللجنه القانونيه، ان احنا نساعده بشكل قانوني ان هو ياخد حقه، او ان هو بحيث ان الامور الذكيه ما تتكررش تاني. طب دكتور غاده، منكم عندكم لجان، انتوا عندكم كام لجنه؟ طيب تقسيماتكم ايه جوه؟ احنا عندنا لجان كتيره جدا فوق ال 12 لجنه. ولسه برضه بنفعل كذا لجان جديده يعني. اوكي تمام. طيب احنا عشان وقتنا بيخلص، بعتقد انت كنت عايز تسالي حاجه عن انتخابات بكره. انتخابات بكره يا دكتور باشمهندس، بعد كل بقى النتائج اللي قلتها لنا والمقارنه وايه اللي المفروض ينفذ وايه اللي المفروض مش ما لا ينفذ، يعني متخيل كده نتيجتها هتكون عامله ازاي؟ انا اللي انا بقول من نتيجه الانتخابات، التصويت وذهاب المنتخبين للجان، مش نتيجتها الفعليه. انا عايز اقول لحضرتك بس المجلس العسكري تحديدا، واحنا نحن يعني مش موضوع انتقاد ليه، ولكن دايما بيقول ان دي خطوه ديمقراطيه، ورئيس اللجنه العليا الانتخابيه الثاني دي خطوه ديمقراطيه ونحن نرحب بها جدا، لكن هي فعلا خطوه مش ديمقراطيه. يعني حقيقه الامر هي خطوه غير ديمقراطيه، لان النظام الانتخابي غير ديمقراطي للاسباب اللي احنا بنقول عليها دهوت. فما لابد ان تكون اولا الانتخابات تقام بطريقه ديمقراطيه وحره ونزيهه باعتبار المبادئ والشروط والضمانات المعموله في الدراسه والمعمول بها في كل الدول الديمقراطيه العريقه. دي خطوه أولى. الخطوة الثانية، نحن نعترض جامد جدا وبشكل مركز جدا على توقيت الانتخابات، سواء من قبل حتى انطلاق الغضب والمظاهرات في ميدان التحرير، فنحن نعترض على توقيتها من البداية وتسلسلها في خريطة الطريق. لان احنا لان اولا من ضمن الحاجات ان المفروض ان الانتخابات تقام تحت امبريلة او تحت مظلة دستور ديمقراطي حديث. الانتخابات الامر الله نفذ، الانتخابات الدستور اولا والمثال الله نفذ. لا بغض النظر الدستور اولا، لابد ان تقوم الانتخابات تحت شروط ونظام لدستور حديث. صحيح. وكذلك لابد ان تكون التوقيت مناسب لان يدخل الثوار داخل مجلس الشعب عن طريق احزاب وعن طريق وجودهم في احزاب مفعله لم يستطيعوا ان هم يفعلوها. بعيد بقى عن سياسه الامر الواقع اللي احنا عايزينه. فانا بقول ان لابد اذا كنا عاوزين نخرج من المشكله دي بغض النظر من دون الدخول في تفاصيل معقده، ان لابد ان يكون خريطه الطريق وجميع القرارات السياسيه الاساسيه اللي بيطرحها المجلس علينا لابد ان تكون بمشاركه الثوره المصريه، كما انها بمشاركه قوى اخرى هو ياخذ برايها، لابد ان تكون بمشاركه كافه قطاعات الثوره المصريه. وما نقولش ان الثوره المصريه ملهاش قياده، الثوره المصريه لها حركات وطنيه اساسيه فعلتها، والحركات الوطنيه وهذه الحركات معروفه بالاسم ورؤسائها معروفين بالاسم، ولابد من الاجتماع معاهم قبل اتخاذ اي اجراء، وليس اتخاذ اساس امر الواقع المفروضه حاليا. توقعاتي عن النتائج اللي هتطلع، النتائج اعتقد ان هي مش هتمثل الثوره المصريه وشبابها ورجالها بشكل حقيقي، ولن تكون مجلس الشعب معبر عن مرحله ما بعد الثوره، وهم مصرين على انها تقام، وانا بؤكد انها لن تعبر من كافه الوجوه. مهندس محمد مرسي، منسق عام حركه الميدان، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. دكتور غاده حشمت، المنسق الاعلامي لحركه الميدان، شكرا جزيلا على وجودك معنا. وبالتوفيق لكم. مرسي جدا. نشكر حضرتك. ختاما، احنا حلقتنا خلصت، وانا عايزه بس اكد على جمله قلتها في وسط الحلقه النهارده يا مي. عايزه اقول انه الناس، احنا الانتخابات بقت على يومين، الاثنين والثلاث. ارجوكم ننزل كلنا يوم الاثنين، واللي ما يعرفش ينتخب يروح الثلاث. بلاش فتكت المصري اللي يقول لك انا اروح تاني يوم، ما هو معنى كده برضو مش هتلحق، لان لو كلنا رحنا التلات كده سيبنا الاثنين فاضي. فريتكم نروح تاني يوم، اول يوم لحقنا، اوكي ما لحقناش هنروح تاني يوم. بلاش فتاكه ارجوكم، الموضوع مش محتاجه. وده يعني طبعا لو افترضنا انك راضي على الانتخابات، ده طبعا لو انت ناوي تنزل ترشح اصلا، فيعني بكل الاحوال نشكر كل اللي تابعونا النهارده، وبكره ان شاء الله يكون يوم امن وفي بعض السلام. شكرا، يوم جديد، نهاركم سعيد.